البنات ان شاء الله يا ربي تكونوا بالف صحه وعافيه، وانتم تشوفوا في الفيديو تاعي تاع اليوم. فوالا البنات كما راكم تشوفوا اليوم شاركت معكم مشترياتي ليسونسيال. البنات اللي تحب تتبع لا فيديو وتشوفوا للاخر، فضلا وليس امرا، الاشتراك في القناه وتفعيل جرس الاشعارات والضغط على كلمه الكل باش كل ما نحط لكم فيديو جديد تشوفوه معايا. يلا نكملوا لا فيديو. خياتي ان شاء الله يا ربي تكونوا استمتعتوا بشويه كلكو هكا فايس شفتوهم معايا. ليسونسيال كيما قلت لكم من ناحيه الاسعار، الاسعار شويه راهي تضهد، يعني باش نقول لكم الحاجه راهي الغاليه راهي رخيصه، ما راهيش رخيصه، صوالح راهم بزاف غاليين، كل شيء غالي. هذه هي معنا ما نديرون، كيما يقولون تعايشوا مع الشيء اللي رانا فيه وسي بون. بون خياتي، اول حاجه جيت نوريها لكم هي هذا لاباغاي ووكس اللي بزاف هايله، يعني انا بالنسبه لي استعملتها بزاف هايله وعمليه وسهله، و او ميم طون عندها شغل المده، يعني كي تستعملي الووكس عندك مده اطول باش حشاكم ما يعاودش ينوض لكم هالشعر بيه فيه، معناتها خير من الغاليه هذيك وخير من ثانيه اللام. ومام حتى الشعره كي تنوض خياتي تنوض يعني رقيقه، تنوض رقيقه، تنوض ترحم، ماشي كيما تنحي باللام، سورتو اللام ماشي مليح، يعني نهائيا اللام ماهوش مليح، انا نقولها لكم. المهم كما راكم تشوفوا هنايا هذه لاباراي ماهيش غاليه بزاف، السعر تاعها في متناول الجميع، شريتها ب 75000 وبهذوك لي بابي تاعها 22000، يعني 22000. وهذا الوكس هذا اللي راهو يعني اللي استعملته هذايا تاع الاوليفيرا لجميع انواع البشره، هذا ب 20000 نورمالمون، لا لا ايه 18000 ولا 20000 ليسونسيال، مانيش حاكمتها مليح، يا 18000 يا 20000 ليسونسيال. تقامت لي كامل هي باللانجات تاعها وبهذاك الوكس اللي دخلاني، تقاموا لي ب 120000 120000 ليسونسيال. كيما راكم تشوفوا خياتي، هذو ما المشتريات ثاني، هذو حوايج تخاله بزاف هايلين، نشريهم من هذا المول بزاف هايلين، يعني يشدوا، كي نقول لكم تشد لي الحاجه كي نشري من هذا المول، كي نحب نشري حوايج دخاله نروح لهذا المول نشري منه، لانه الحوايج دخاله عندهم بزاف هايلين
والاسعار تاعهم صح شويه غاليه، مي حاجه شابه. وهنايا كيما راكم تشوفوا خياتي، حاشاكم وحاشا وجوهكم، هنا راني نوريلكم في هذه البليغه تاع كل دايم شريتها، ماهيش غاليه بزاف. ثاني خلصتها هذه ب 49 ألف، معجبوني. كان عندي شحال من اللي شفتهم وما ساعدنيش الحظ، هذا وين شريتها، هذا وين صبتهم، ماشي هذا وين شريتها. ليسونسيال كيما راكم تشوفوا هنايا عجبوني هذو لي فيرني من غوبي غوز، لا مارك غوبي غوز، بزاف هايلين. عندك هذاك في الغرونه، يبان لكم ماغون مي غرونه، وهذا جو في الغوز، هذاك الغوز الشباب، ماشي هذاك الغوز الكلاو. ولا هاني معاكم اراوليكم في الصفارتيه، فوالا دوك نوريهولكم. ثاني من غوبي غاز، لا كولور بزاف شابه هايله، توالم مع كامل مع يعني اللبسه اللي تلبسيها تخرج معاها. وهنايا هذا الاونتي سيرل، عجبني. دوك نوري لكم فيه واحد الميزه بزاف شابه، لا مارك ثاني غوبي غاز، ايه لا مارك غوبي غاز عجبني. لا مارك غوبي غاز فيها صوالح شابين، وعجبتني الفوندو تاع، ما شريتهاش باسكو ما كنت مخصوبة وما كانش عندي الوقت باش نسييها. صافي، ما المرة الجاية ان شاء الله. دوك نفتحو معاكم هنا يا خياتي، ما حبش تفتح لي هنا كيما راكم تشوفوني نفتح فيه. 24000 جونس، هذا شريتو 24000، الفيرني 15000 للقرعة، 15000 صافي. في زوج جاوني 30000. هنا يا حليتو استعملت الاسناني، حاجه باينه باسكو ما حبش يتحل. هنا في هذا الريشه، فوالا في هذا الريشه هكايا، واش ديري تحطيه من بعد تضغطي يخرج لك، يبدا يخرج لك بحال كي ترسمي، بحال كي هكا، فوالا تحطيه غير هكا ويغطي، باين باللي فيه فوالا كيما راكم تشوفوا. هاكا نحطو في بلاصتو ونجي نوري لكم الاستعمال تاعو. شوفوا هنايا شويه، ما فوالا تضغطو غير هكايا، يعني الانتيسر ما تمسحيش باسكو باش يغطي لك هذوك لي سغل، لازم غير هكا تطبط بيه برك ما تواسيش. وهنايا خياتي ثاني شاركت معكم هذا الماء الورد، عندي بزاف ما استعملتش ماء الورد، بورتو انا عندي لابو شويه ساج ناشفه، لابو تاعي يقولوا لي ماشي مليح ماء الورد للبشره الناشفه، ولكن نشوف العكس، انا ماء الورد مليح بحال فيكساتور. هذا من عند ابو سعد، وهذه هي لابات هذه تاع تاع لا شارج، هذه بزاف هايله ثاني، قالوا لي مليحه، وانا شريتها على جال الرينج، على جال الرينج لايت، باسكو ما كان ما حبش يشعل لي حتى يا البنات، بحتى بواطاح حتى وليت نستعمل التلفزيون باش هذوك لي شارج لي جو مور، هذوك لي فيش لي جو مور التلفزيون باش اللي يشعل لي. و الوغ كي شريت هذه الباطا بزاف حيله، فيها زوج عفايس، ديري زوج لي كابل وتقدري تشارجي في باطا واحده، تشارجي لك زوج، تشارجي لك زوج تليفونات. فوالا، وكيما راكم تشوفوا هنايا شاركت معكم ثاني هذا المعطر تاع البيوت والمكاتب، فوالا هذه هذا تاع الترك، على بالكم به، بالك اكو شفتوه، يريح يهبل. كانت عندي وحده فيها ريحه الفل اللي كانت عندي، وهذه يا جو هذه الريحه تاعها البنات بحال فوندو تاع، بحال تالك، بحال اني بجد تالك، راني نهضر عليه جا، ريحتها تهبل تهبل البنات. ليسونسيال هنايا جيت نوري لكم كيفاش تستعملوا هذيك لاباغاي، قلت لكم اول حاجه توفر معكم هي التالك والجوز الهند، هذيك الزيت اي زيت ماشي شرط، يا لو كان زيت كيما نقولوا حنايا زيت الدار، زيت الدار الزيت العاديه، ماشي شرط يكون عندكم جوز، هذه جوز الهند، مي انا استعملتها باسكو راهي واجده. ولكن راني نوري لكم هنا التالك، يعني انا نحب نديرو في يدي، التالك يبيض البنات ومليح لليدين ويرطب يهبل، يرجعهم يهبلوا ويخلي لكم ريحه شابه. شوفوا راني غير ندير ونعاود، تقوش يعني البروفيت.
فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا ديري التالك تاعك. اول حاجه قلت لكم ديري التالك تاعك لاباري. بعد ما كنت استعرضت معاكم المشتريات جيت لهنا، كانت سخنت جيت لهنا نشارك معاكم. بون ما تابليكيوش للفوق حاجه باينه، تابليكيو من الفوق وجهو حابطين على حسب نمو الشعر، على حسب نمو الشعر. فوالا هاكا وجهو حابطين. تحكمي هذاك البابين تاعك ديريه من الجهه الخشينه ماشي الجهه للرطبة الخشينة، وتبداي تتواسي شغل تمسحيه للتحت، تمسحيه للتحت على حسب نمو الشعر هاكا فوالا. وتزيري بيان ومن بعد ما تطلعيش ديريكت، ما تطلعيش ديريكت شغل ميلي وجبدي باش ما يقرصش، باش ما تقرصكش هاكا فوالا. تبعوا معايا هكذا شغل حسيت فوالا كيما راكم تشوفوا حاشاكم لهنايا كان حالي شعر برك ما بانش معاكم، باسكو قلت لكم كنت منحيه بيها عندي واحد الاسبوع ملي نحيت بيها، باسكو هذيك كنت شريتها مقبل وحبيت نشاركها معاكم. قلت حتى نشري مشتريات ونشاركو كل الشيء على جهه ونحطها معاكم، نشري شويه عفايس ونحطها لكم على جهه طريقه الاستعمال. هنا بعد ما كملت البنات جيت ودرت الزيت تاعي، الزيت على هنديروها اي زيت. قلت لكم انا كان انا عندي جوز الهند نديرها باش ما تبقاش تتباقط عليكم، باش كي تمسوها ما تبقاوش تتباقطوا. ومن بعد كي تكملوا ديروا الزيت، انا نسيت حاجه ما شاركتهاش معكم، تعاودوا ديروا التالك فوقها باش ما تبقاش مزيده مزيته، تعاودوا ديروا التالك فوق الزيت هذيك باش تنشف لكم. المهم هذا هو الفيديو تاعنا تاع اليوم، خفيف ظريف ماهوش طويل بزاف. البنات كيما قلت لكم دعموني باللايكات والاشتراك في القناه ما تنساونيش، باسكو كي يكون التفاعل اكيد راح تنجح القناه، لاني والله راني نتعب مع المونتاج. بنات ما تنساونيش، تهلاو في رواحكم ومع السلامه.